الحوار والتواصل فن يتجاوز مجرد الحديث بين شخصين أو أكثر إلى كونه وسيلة لتبادل للأفكار والآراء وتحليلها ومناقشتها. الهدف من ذلك الوصول لأفكار جديدة أو تطوير أفكار قديمة أو صياغة رؤية جديدة لموضوع معين أو إقناع طرف في قضية ما، وذلك ضمن وسط يسوده الهدوء والتفاهم. وللوصول إلى حوار سليم لابد من اكتساب الأفراد بعض المهارات التي تثري لديهم هذه القدرة. ومن ضمن هذه المهارات التي لجأ إليها المهتمون هو المناظرة، الذي تعتبر مواجهة بلاغية بين متحدثين اثنين أو أكثر حول قضية معينة ضمن وقت محدد. وفي صباحنا اليوم مشاهدينا نستضيف شابا تميز في مجال المناظرة ومثل اليمن في مؤتمر مناظرات تونس من بين 366 مشاركا ومن 12 دولة. نرحب بزكريا القادري الناشط في مجال المناظرات وكذلك ناشط في مؤسسات المجتمع المدني، وهو طالب علوم سياسية وعلاقات. يسعد صباحك زكريا. صباح الخير أستاذة وديان، صباح الخير أستاذة سمية، صباح الخير على كل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك في صباح بلقيس، وسعداء بوجودك معنا للحديث عن هذا الفن المهم اللي نحابي نبدأ فيه معك يعني زكريا بالسؤال، إيش اللي يميز فن المناظرات عن غيره بالنسبة لك؟ في الحقيقة ما يميز فن المناظرات عن غيره من الفنون أنه عبارة عن خليط، ودعيني أقول عن كوكتيل من المهارات المتعددة وليست مهارة واحدة فقط. على سبيل المثال فن الحوار وفن الإقناع والتأثير وفن الخطابة، كل هذا يستطيع الشخص أن يتعلمها بشكل أو بآخر من خلال ممارسته المتعددة للمناظرات. كما نعرف أيضا أن فن الحوار والإقناع تؤخذ لها ورشات تدريبية خاصة فيها، ولكن إذا الشخص اهتم في مجال المناظرات قد يستطيع أن يطورها بشكل أفضل. زكريا، احنا نشيك تكلمنا عن مشاركاتك الدولية في مناظرات تونس، ولكن ايش رأيك قبلها نشوف هذا المقطع من المشاركة اللي شاركت فيها ونرجع لك. السيدات والسادة، كيف لمواطن او موظف يعمل 8 ساعات او اكثر لا يستطيع ان يلبي احتياجاته الأساسية ان يبقى بعيدا عن الفساد؟ لمحاربة الفساد يجب علينا القيام بإصلاحات اقتصادية تتمثل بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكي تصبح أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية، واستغلال كامل لموارد الدولة واستخدامها في تسيير شؤون البلاد وزيادة الناتج المحلي ورفع الحد الأدنى للأجور. وكما نعرف جميعا أن البطالة وتدني الرواتب يؤدي إلى تفشي الفساد ولا سيما الفساد الإداري، فلو أننا قمنا ما شاء الله يا زكريا انطلاق ويعني وثقة، وممكن تتفضل وتكلمنا أكثر يعني عن الموضوع واللي شاركت فيه وعلى أي أساس اخترته؟ في الحقيقة كانت هذه المشاركة من، دعيني لا أبالغ إن قلت أنها من أجمل المشاركات التي مرت بحياتي، لأنها شكلت تحدي بالنسبة لي. أتت في وقت كان امتحانات النهائي في الجامعة، وكان عندي أيضا هذه المناظرة والمسابقة، فكنت مخير بين خيارين، إما أن أترك الامتحانات وأترك التحضير لها أو أن أترك هذه الفرصة التي أتت إلي لتمثيل اليمن في تونس. فوقفت مع نفسي، تحديت نفسي أنه ليش ما أستطيع أسوي الاثنين، ولله الحمد حضرت تونس وشاركت، وبنفس الوقت حاولت أنه حضرت لامتحاناتي وأعطيت ما شاء الله درجات رائعة ولله الحمد ومشرفة. فكرة المسابقة أنها كانت مسابقة عالمية تحت عنوان لمحاربة الفساد يجب علينا، أن شاركت فيها الكثير من الدول والكثير من الجنسيات. قمنا بإرسال فيديوهات، وأنا أتوجه بالشكر للأستاذ محمود النصر الذي كان له الفضل في تشجيعي للحضور. فذهبنا إلى هناك ولله الحمد اخترت هذا الموضوع لمحاربة الفساد يجب علينا، أن هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة عالمية ولم تصبح فقط الآن ظاهرة محلية، خاصة في العالم المعولم الذي نعيش فيه اليوم. وتطرقت في محوري إلى نقطة الطرق لمحاربة الفساد، بحيث أنه احنا حاليا نعرف الفساد، فالفساد لم يعد مخبأ اليوم كما يقال، فالناس يعرفون لكن لا يعرفون الطرق التي يستطيعون من خلالها أن يحاربوا هذا الفساد.
فأنا حاولت قدر المستطاع أن أتطرق إليه، ومن ضمنها تحدثت عن جانب تدني الرواتب وعدم صرف الرواتب خاصة في للموظفين العموميين والحكوميين في المؤسسات الحكومية في اليمن، وهذا يؤدي إلى تفشي الفساد ولا سيما الفساد الإداري. أيضا تكلمت عن دور الإعلام المهم ولا سيما الاستقصائي منه في محاربة الفساد وتسهيل النفاذ إلى المعلومة فيه. حقيقة كانت تجربة جدا جدا رائعة، وكان بحضور العديد من الخبراء، كان هناك ممثلين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الشفافية الدولية، وكان هناك ممثلين من أنا يقظ، منظمة أنا يقظ، وأيضا من الصحافة الاستقصائية لموقع الكتيبة. ما شاء الله، يعني فعلا أنت قدمت يعني موضوع مهم يمس اليمن بشكل كبير، ويمكن الإعلام أو دورك أنت الآن هو كنوع من التوعية، حتى وإن لم نستطيع أن نحدث تغيير كبير، لكن كفرد أنت تحدث تغيير بشكل أو بآخر. طيب ما شاء الله، هناك مشاركات يعني ما يقارب 366، 12 دولة، هناك جنسيات مختلفة، إيش أضافت لك هذه المشاركة باعتبار أن هناك يعني مشاركات وخلفيات فكرية مختلفة ومتعددة، ماذا أضافت لك هذه المشاركة؟ في الحقيقة أضافت لي شيء جميل، أنه تمثل فيها قول الله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقينا بالكثير من الجنسيات، من جنسيات مختلفة، ثقافات مختلفة، أفكار مختلفة، تقاليد، عادات، حتى كان هناك من يحملون عقائد مختلفة، لكن جمعنا شيء واحد واتفقنا جميعا على ظاهرة واحدة تهمنا جميعا. تبادلنا الأفكار، تناقشنا في الأفكار، طرحنا كلنا أفكار، عملنا كفريق واحد، كنا كالجسد الواحد حقيقة. يعني كان كل شخص منا يحاول أن يفيد الآخر وأن يطلع الآخر بما يحصل في بلده، وما هي التجارب التي مرت في بلده أو التجارب الذي مر فيه. أيضا كان هناك نوع من الصميمية، حقيقة أتكلمها بجد، كان هناك في صميمية تعايش، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الاختلاف هو فطرة الإنسان في الحياة التي فطر الله الناس عليها، ولكن الموضوع هو التعايش، كيف تتعايش مع الاختلافات، تتقبل الاختلافات ولكن تتعايش مع هذه الاختلافات. فلو أننا في اليمن يعني تركنا الخلافات الجانبية والثنائية واتفقنا على شيء واحد لعشنا في سلام فعلا، والله يألف بين القلوب. زكريا، الآن نجي للمهارات اللي ممكن يحتاجها الشخص اللي حابب أنه يخوض في مجال المناظرات، إيش هي زكريا؟ من المهارات الأساسية في المناظرات هي الاستماع الجيد والإنصات، لأن المناظرة بشكل عام هي عبارة عن سماع ورد، فمن أجل أن تستطيع أن ترد على الطرف الآخر أو على حجج الطرف الآخر وتفندها، لازم أنك تستمع له بدقة. أيضا تقبل الرأي والرأي الآخر، فالمناظر ليس عصبي، المناظر حتى وإن اختلفت مع الطرف الآخر لكن لابد أن تحترم رأيه، ولابد أن تحترم قراره، ولابد أن تحترم فكرته، ناقشه بحججك ولكن لا تتعصب إلى حجة أو إلى فكرتك. أيضا المهارات اللغوية، ويكون الشخص نوعا ما عنده التفكير الناقد لتحليل القضايا والحجج التي تطرح. أيضا الاطلاع، وأنا هنا لا أقول الاطلاع العميق وإنما الاطلاع المتوسع، بمعنى أن يكون المتناظر مثقف ملم حتى على الأقل بالموضوع الذي سيتناقش فيه. هذه تعتبر أساسيات من أساسيات المناظرة أو المهارة التي يجب على الشخص أن يتعلمها. فعلا مهارات مهمة، لكن بالنسبة لك أنت زكريا، إيش هي المهارات اللي أضافت لك هذه المناظرات، سواء كان قبل أن تخوض هذه التجربة وبعد خوضك لهذه التجربة المهمة؟ بالحقيقة لا أخفي عليك أنه كنت أنا من النوع الذي أتكلم كثير وما أسمع، كنت أحب أنه أتكلم كثير ما أسمع. هذه مشكلتنا كلنا يا زكريا والله. أيوة، فكنت أعاني منها، وأيضا كنت متسرع في القرارات، يعني دائما أتسرع في قرارات لا أستطيع أن أدع حتى الطرف الآخر يكمل فكرته. فاللي عودتني فيه لمناظرات أنه أستمع أكثر، أحلل الحجة أو الموضوع الذي يطرح، وأجيب على قدر ما طرح، لا أسهب في الكلام ولا أنتقد أكثر ولا أدخل في شخصنا، وإنما أستمع وأنصت. أيضا علمتني مهارة اللغوية والخطاب وفن الإقناع والتأثير، وهذا ولله الحمد أفادني كثير في عملي وفي حياتي المهنية لله الحمد. طيب زكريا، أنت عارف أن وضع اليمن للأسف الآن يعني سيء جدا، أين تكمن أهمية المناظرات في إبراز القضايا المرتبطة باليمن؟ في الحقيقة دور المناظرات أنها تعمل على إثراء النقاش بمجالات مختلفة،
في المجالات السياسية مثلاً، في نظام الحكم، ولا سيما أيضاً القضايا الاجتماعية التي يخاف الناس من طرحها اليوم في اليمن، مثل قضايا المرأة وأيضاً القضايا السياسية الشائكة. أيضاً المناظرات تتيح للجميع أن يطرح أفكاره وبطريقة ليست عشوائية، وإنما بطريقة مهذبة تطرح، ومن ثم يتم النقاش بها بطريقة مؤطرة تحت أفكار وحجج. كل شخص يعطي فكرته، كل شخص يعطي حجته، ومن ثم يتم النقاش عليها دون أي نستطيع نقول دون أي عصبية أو دون أي عشوائية. أيضا تساعد في حلول للمشاكل. ومن ضمن الأمثلة أنه في مؤتمر الحوار الوطني كانت هناك جامعة العلوم والتكنولوجيا قامت في نفس الوقت بعمل مناظرة تحت عنوان هل سينجح الحوار الوطني أم لا، وكان له صدى كبير، وتستطيعون الرجوع إليه على موقع الجامعة أو موقع مناظرات شبكات اليمن. رائع جدا، فعلا مثل هذه الموضوعات هي تعمل على إثراء الفكر بين الشباب، وتعمل أيضا على نوع من يعني تحريك الفكر، يعني ندعم الناس أو نشجع الناس على التفكير وعلى الانتقاد. طيب نجي نشوف يعني أثر المناظرات أو هذا الفن على الحياة العملية، لأنه أحيانا يعني زكريا نظن أنه فقط هذا المجال يعني مختص فقط بالسياسيين أو من يحبون الحديث حول القضايا، لكن برأيك كيف تنعكس هذه المهارة على الحياة العملية؟ دعني أقول لك أني حاليا أنا أمتلك مكتب خدمات تعليمية وعامة هنا في تركيا، فأفادتني المناظرات جدا في عملي. دعني أتكلم لك من واقع تجربة، فأنا أستطيع أن أؤثر وأقنع الشخص الآخر أو الشخص الذي يريد مني الخدمة، أوصل له فكرتي بطريقة سلسة جدا وطريقة مقنعة ويتأثر بي، حتى أن بعض الأصدقاء والأخوة الذين قدمت لهم خدمات نوعية كانوا يقولون كأننا نعرفك لنا فترة أو كثير. هذا إذا عاد فإنما يعود على أنه اكتسبت فن مهارة الإقناع والتأثير والحوار والتواصل الجيد. نعم. صحيح، والتواصل الجيد. وأيضا تفيدني أنا كطالب علوم سياسية وعلاقات دولية، أيضا تفيد الأشخاص الذين يشتغلون في مجال التسويق ويشتغلون أيضا في مجال العلاقات العامة. هذه كلها مجالات تخدم الشخص نفسه في حياته العملية والمهنية أيضا. طيب يعني ما أهمية تعلم مهارات التحاور والمناظرات في حياة الشباب، وخاصة احنا الشباب اليمنيين مثل ما ذكرت احنا منقسمين ودائما ندخل في جدالات عقيمة وهذا العنصرية، فعلا يعني هذا الذي خلق هذه الفجوة ما بين اليمنيين وخاصة الشباب، ما أهمية تعلم فن المناظرات؟ في الحقيقة أنا دائما ما أكرر أن الشباب هم من يستطيعون أن يغيرون المستقبل اليوم. الشباب لهم دور فعال في الحياة، فعندما الشاب من بدايته ومن بداية شبابه يقوم بتعبئته تعبية خاطئة بنوع من العصبية والأفكار المغلوطة المعلبة التي تأتي من المجتمع أو تأتي من القبيلة أو تأتي من الأحزاب بشكل عام، يعني نقوم بتعليمهم هذا الفن، بمعنى أن إذا تعلم الشاب هذه المناظرات وتعلم هذا الفن يستطيع أن يحاور ليس بعصبية، وإنما يحاور بعقل ومنطق وعقلانية، يحاور بحجج وليس بعصبية. أيضا يستطيعون الشباب إذا تعلموا هذه المناظرات أن يتقبلون حقوق الآخرين، أن هؤلاء الناس مختلفين، نحن مختلفون، فعندما يحترمون آراء الآخرين يتقبلون آراء الآخرين سيستطيعون يتعايشون معه بسلام ولن تحصل هناك أي انقسامات. أنا أنصح إخواني وأعزائي وأصدقائي في كل مكان أن يلتحقوا بمثل هذه المناظرات في كل مكان، ستفيدهم جدا وسيرون آثارها مستقبلا على الحياة المهنية أو على الحياة العملية. فعلا هي مهارة مهمة ويحتاجها الفرد فعلا في حياته بشكل يومي وأيضا في مجالات العمل. لكن الآن حابة أعرف منك زكريا، ما هي الموضوعات اللي أنت حابب مستقبلا أن تشارك فيها أو تتحدث عنها مثل الموضوعات التي شاركت فيها في مناظرات تونس؟ في الحقيقة أنا عندي موضوعين، موضوع نستطيع أن نقول عنه إذا كانت هذه المناظرة ستكون عالمية وليست محلية، وهي موضوع المهاجرين واللاجئين وخاصة اللاجئين في الشرق الأوسط ومن ضمنهم اليمن. هذه القضية أصبحت لازم أن الجميع يتحدث عنها وأن تدخل من ضمن إطارات المناظرات، لأنها موضوع مهم وأصبح لازم الجميع يتحدث عنه. أما إذا كان عن المستوى المحلي، اليمن هناك بالفترة الأخيرة نوع من قضية شائكة، والبعض فيها أخذ مد وجزر وأخذ وعطاء بين منتقدين ومعارضين، ولم تتاح الفرصة لأخذها ومناقشتها بطريقة سلسة بحجج وبراهين، وهي موضوع العلمانية حاليا. هل العلمانية مناسبة حل اليمن أم لا؟
فإذا كان هناك موضوع هذا الموضوع أن يطرح من قبل وهنا أركز على دور شبكة مناظرة اليمن بقيادة الأستاذ ماهر راجح والأستاذ محمد الرجوي دورهم الكبير سواء تحية لهم يعني فعلا على الجهود حقيقة. الذي يبذلوها حقيقة شبكة مناظرة اليمن تبذل جهد كبير وأنا تعلمت المناظرة منهم حقيقة لم أكن أعلم أي شيء عن المناظرة هنا في تركيا وأيضا الدور الفعال الذي يقومون في تدريب الشباب في اليمن سواء المناظرات التي تحصل بين الجامعات أو المدارس أن يتبنوا مثل هذه القضايا للنقاش وطرحها للعامة وبالأخير كل شخص عنده حجج وبراهين تطرح والخيار هو سيكون الأفضل رائع جدا فعلا نحتاج أن نثري مثل هذه الموضوعات زكريا القادري شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس وعلى هذا الإثراء الجميل وعلى هذا الحضور الرائع شكرا لك أستاذة سمية وأستاذة وديان شكرا لقناة بلقيس شكرا للأستاذ عمرو النهمي شكرا لكم جميعا على استضافة الشباب وتشجيع الشباب ونقل مثل هذه القضايا المهمة شكرا لكم يعطيك ألف عافية